كنت جاي من قوافة وطن وصحتين كارما. هيدي رابع حلقة من بريكنج راب سيزن 2 عند ألادن، واليوم معنا تست شوت اوت قوافة وطن، شوت اوت ألادن برباري، بس مش خلص هالمرة، مش أنا على البيت. شاغل كل حياتي مش ناطر حدا يعطيني فرصة، لما تخلص من خصمي بيقلب عالون الفرجة، لما تقرب صوبة بتمنى ان تضمن حرصك، منا فحص رسمي وبتمنى ان تحفظ كرسك. رابر صاروا جرصة صيدة غيل او حكيم اسنان، بعد البنش بقطع ضرسك، جاي العب بورصة غير عصمة بورصة، مشي الزفة والتطبيل حتى لو ما كانش عرسك، برد عالايد وانت بقرصك ارصني، جاي غير صورة الراب من الترويج والعرصنة، بابا برب الولدنة، سم بوجه السمسمة، ثورة بنص مستوطنة، فن بوجه العولمة، على قد تقديري، بحرم بالكافيري، روب بلا خميري، طبخن جدر كيري، الوضع صار هستيري، لما وعيه من التسطيلي، قالوا هيدا فلو تكفيري، بس كب قروش كبير الأرملة، صمت حروف بجروح عقم كاري هيدا عملي، قد ما تلقلق عيب والله مش حتجيب لي أجلي، بلا عجلي زي قسين عالعجلي، واصل قص السلبس قلك على مهلي، ما في طقم بيشبه غيره مش حتلاقي بدلي، هون تراب بيطمن خيره وقلبي معلم أزري، هيدا رب بيقتل دايره بربر منه بشري، وقد ما مجدن شطح ما بيصيبه كح الفشلي، لفشري جاي افرض عضلي، جدلي جاي بمون جبلي، غجري ست البيت كجمالي، جيت حكيتهم بالمخوخ ولك يقطع هبلي، ولك يقطع هبلي، ولك